المعارك الميدانية بين روسيا وأوكرانيا تتواصل على أكثر من جبهة ويشهد بعضها شراسة، فيما مفاوضات السلام بين الطرفين تبقى معلقة إلى أجل غير محدد. مفاوضات يبدو أن استئنافها مرتبط من قبل كلا الطرفين بتحسين الوضع الميداني لصالحهم. هذا ما لمح إليه بوضوح المفاوض الأوكراني في المحادثات بقوله إن بلاده ترغب في تعزيز وضعها العسكري ومواقعها على الأرض قبل استئناف المحادثات مع موسكو. تعزيز تربطه كييف بشحنات الأسلحة الجديدة التي تصلها من الغرب. إلا أن روسيا في المقابل تقلل من أهمية هذه الشحنات ويؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير العشرات من قطع الأسلحة المقدمة لأوكرانيا من واشنطن. فإلى متى تستمر المعارك في أوكرانيا بعد أكثر من 100 يوم على انطلاقها؟ وماذا يعيد موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات؟ معنا الآن من موسكو الكاتب والباحث السياسي دكتور رونالد بيجاموف، ومعنا من كييف الباحث السياسي محمد العروقي. مرحبا بضيفي. دكتور بيجاموف مساء الخير، دعني أبدأ معك بالتصريحات المتضاربة على ما يبدو من الطرفين. موسكو تقول القوات الأوكرانية تنسحب من سفيرودونيتسك، الجانب الأوكراني يقول نحن استعدنا السيطرة وعلى وشك استعادة السيطرة كاملة على المدينة. بيان وزارة الدفاع الروسية يقول تحديدا وحدات من الجيش الأوكراني تعرضت لخسائر جسيمة خلال المعارك في سفيرودونيتسك وتنسحب نحو ليسيتشانسك المجاورة. في المقابل حاكم إقليم لوغانسك سيرجي غايداي يقول القوات الأوكرانية استعادت 20% من الأراضي التي فقدتها في سفيرودونيتسك، وليس من الواقع سقوط المدينة في الأسبوعين المقبلين على الرغم من نشر تعزيزات روسية. بمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الأسلحة الغربية البعيدة المدى سنجبر مدفعيتهم على الابتعاد عن مواقعنا، وبعد ذلك سيركض المشاة الروس هاربين. يعني كلا الطرفين كما أشرنا دكتور بيجاموف يعني يقول أنه يحقق تقدما، لكن الواضح أن معركة سفيرودونيتسك لم تحسم بعد، ما رأيك في ذلك؟ مساء الخير أستاذ مهند، تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. أولا بالنسبة هذا التضارب، الجيش الروسي بالفعل قال أنه يسيطر على 80% ثم على 90%. بعد ذلك أتت الأخبار من الجانب الأوكراني تقول أن الهجوم المضاد شنه الجيش الأوكراني واستعادة بعض المواقع. وفي اعتقادي كل هذا التضارب حدث بسبب أن هناك نوع من الاختلاف داخل القيادة الأوكرانية بين العسكريين متمثلين بالجنرال زالوجني قائد القوات المسلحة الذي يطلب الانسحاب إلى الخط الدفاعي الخلفي خشية لوقوع الجيش الأوكراني في التطويق العمليات من قبل الروس. ولكن مكتب الرئيس زيلينسكي مصر على المقاومة ويقول أنه ينبغي حماية سيفيرو دونيتسك وينبغي انتقال إلى الهجوم، ويقول أنه سيعطي الضام الغربي يعني الأسلحة الغربية. وفي نهاية المطاف مثل هذه التضاربات يحدث بين القيادات العسكرية والسياسية في مختلف الدول وفي مختلف النزاعات العسكرية. إذن ما نستطيع أن نقول أنه بالفعل هناك التهديد الروسي بتطويق القوات الأوكرانية هناك، وهناك أيضا المقاومة الأوكرانية شرسة في مواقعها المحصنة التي كانت تجهزها منذ 8 سنوات. ولا أعجب بأن الجيش الروسي الآن يستخدم التكتيك الجديد كما أعلن أحد الجنرالات الروس أول أمس. على كل حال دكتور بيجاموف، يعني هذا التراكم في التصريحات بين الجانبين ليس جديدا منذ بداية هذه الحرب،
هناك يعني الكثير من المواقف والتصريحات المتناقضة، نذكر تماما ما حصل في ماريوبل وكيف أن الجانب الروسي أعلن أكثر من مرة السيطرة على ماريوبل ولم يكن ذلك دقيقا، واستمرت المدينة في المقاومة لفترة طويلة. على كل حال أستاذ محمد من كييف، مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش. أود منك تعليق على ما قاله الدكتور بيجاموف فيما يتعلق بالخلاف بين القيادة العسكرية الأوكرانية كما يقول وبين القيادة السياسية فيما يتعلق بالبقاء في سفيرودونيتسك أو الانسحاب إلى خطوط دفاعية أخرى. هل هناك أجواء من هذا القبيل بحسب معلوماتك؟ تحياتي لكم أستاذ محمد وضيفكم الكريم والسادة المشاهدين. يعني حقيقة لو بداية لو نظرنا على سير المعارك على الأرض في شرق وجنوب شرق أوكرانيا، سنجد أنه يعني هناك تقدم للقوات الروسية، ولكن في الآونة الأخيرة لو اطلعنا على الخارطة العمليات نجد أن هناك هجوم أوكراني مضاد في منطقة خرسون واستعادة من خلاله بعض المناطق، نجد انسحاب القوات الروسية على حدود خاركوف وتمكنت القوات الأوكرانية من إعادتها إلى الحدود مع روسيا. بالتالي في منطقة سفيرودونيتسك أيضا بعد أن احتلت يعني معظمها القوات الروسية، الآن القوات الأوكرانية تعلن استعادة 20% من أراضي هذه المنطقة. فبالتالي هناك نوع من يعني التقدم للقوات الأوكرانية في تلك المنطقة. أعتقد أن كل هذه الأمور تسير سواء من خرسون أو إلى خاركيف أو إلى سفيرودونيتسك أو لوهانسك بشكل عام، أعتقد هذا يتم بتنسيق من القيادة العسكرية الأوكرانية التي تطبع القيادة السياسية على تطور العمليات. وهناك بيانات يومية صباحية ومسائية من هيئة الأركان الأوكرانية ومن وزارة الدفاع لا تشير إلى وجود أي خلافات في وجهات النظر، حتى يعني لو كانت الخلافات في وجهات النظر فهذه يعني شيء صحي لأخذ بالشكل الأمثل، فلا يوجد بالإعلام الأوكراني. لا مش صحي إذا كانت المواقف متناقضة لهذا الحد، إذا كانت القيادة العسكرية تقول علينا الانسحاب والقيادة السياسية تقول لا عليكم أن تقاوم، وهذا ليس خلاف صحيح. يعني أنا لم أكمل أستاذ مهند، يعني هي قضية أنه لا يوجد في الإعلام الأوكراني أو في المصادر الأوكرانية ما يشير إلى وقوع أي خلافات. على سبيل المثال أول أمس كان أمس يوم يعني 100 يوم على هذه الحرب، والرئيس الأوكراني نشر فيديو مع القيادة الأوكرانية جميعهم يعني يدا بيد ويقول نحن هنا وسنبقى هنا وسينتصر الجيش. لا يوجد ما يشير إلى ما ذكره ضيفكم الكريم من وسائل أو المصادر الأوكرانية. فبالتالي أعتقد أن أوكرانيا الآن تعتمد على دعم السلاح من الغرب لتحقيق بعض الإنجازات. هناك نقطة قد لا يعرفها الكثيرون أيضا، أن الطبيعة الجغرافية في منطقة سفيرودونيتسك الآن لصالح أوكرانيا أو القوات الأوكرانية. هذه المنطقة ما بين سهول ووديان ومرتفعات، أعتقد أنها يعني الجانب الجغرافي الآن في مصلحة الطرف الأوكراني لإعادة الهجوم. واليوم صرح قائد المنطقة يعني قال نحن لا نستطيع أن نقول أن سفيرودونيتسك محتلة، بل بالعكس نحن نعيد تموضعنا لإعادة استعادة مواقعنا القديمة. طيب دكتور بيجاموف، الآن الجانب الأوكراني على ما يبدو يعول وينتظر وصول الشحنات الغربية من السلاح النوعي، السلاح البعيد المدى، نتحدث عن أنظمة صاروخية على ما يبدو الجانب الأوكراني يعول عليها. مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيليو بودلياك يقول حول هذا الموضوع: إلى أن نتلقى الأسلحة بكامل الكمية المطلوبة، وإلى أن نعزز مواقعنا، وإلى أن ندفع القوات الروسية إلى أبعد نقطة ممكنة صوب الحدود الأوكرانية، لن يكون من المجدي إجراء المفاوضات. إلى أي مدى برأيك هذه الأسلحة، هذه المنظومات التي يعني تمت الإشارة إليها على مدى الأيام الماضية، قد تحدث فارقا في سير العمليات الميدانية؟ الجانب الروسي يقول على يعني ما تبعناه أن هذه الأنظمة لن تقدم ولن تؤخر الكثير فيما يجري ميدانيا، ما رأيك في ذلك؟ أعتقد من باب التبسيط السطحي التفكير بأنه الأسلحة لن تؤثر وليست لها الأهمية، أنا لا أتفق مع هذه وجهة النظر. ولكن بالفعل هناك عاملان أود أن أشير إليهما.
أولا الجيش الأوكراني كان مسلح ومسلح بشكل جيد قبل بدء هذه العملية، وأصلا أوكرانيا لديها الصناعة العسكرية منذ زمان الاتحاد السوفيتي موجودة، وكل ثقل التسنية العسكرية الروسية كان هناك، أنا أذكر هذه الأيام جيدا. وأما بالنسبة إلى الأسلحة الغربية التي تعطي حاليا، هناك مشكلتان. يعني الأولى منها أنها استنفذت تقريبا الترسنة في أوروبا، يعني معظم الأسلحة التي كانت من أيام الاتحاد السوفيتي والأسلحة الروسية التي تعود الجيش الأوكراني المعاملة عليها وتدرب عليها في زمانه قد تم توريدها إلى أوكرانيا، ولا توجد هناك مزيد من الأسلحة، وخاصة الأسلحة المتطورة والحديثة، لأن بعض من أنواع الأسلحة الولايات المتحدة مثلا تخشى من أنها لا تقع على باب الصدفة في أيادي الروس، والروس سيستخدمون بعض ذلك هذه الأسلحة لتطوير صناعتهم العسكرية. إذن هناك أيضا يلعب الدور عامل الوقت، هل يلحق الغرب بتقديم الأسلحة إلى أوكرانيا في وقتها لإنقاذ الوضع في الجبهة؟ هل تستطيع روسيا أن تكسر القوات الأوكرانية في الجبهة الشرقية؟ وهناك مزيد من الأسلحة التي يجب أن ننظر عليهم من ناحية أن هذا النزاع ليس نزاع بين الدولتين الجارتين، ولكن في الحقيقة هو النزاع بين روسيا وحلف الأطلسي الناتو. طيب. ولذلك هناك عدد من العوامل. طيب أستاذ محمد، في كييف الرئيس الروسي بالمقابل الرئيس بوتين يقول روسيا تواجه القرار الأمريكي الخاص بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا بسهولة، وقد دمرنا بالفعل عشرات من قطع الأسلحة المتقدمة من واشنطن. هل بالفعل الطرف الأوكراني يعني يعول على هذه الأسلحة وشحنات الأسلحة خاصة المتقدمة منها في تعديل كفة ما يجري ميدانيا في الشرق الأوكراني اليوم؟ يعني أستاذ مهند، يعني من البديهي أن عندما يتم إيصال الأسلحة إلى أوكرانيا وخاصة بطرق ملتوية وطرق سرية، ويعني لا توجد مطارات أو معابر لدخول هذه الأسلحة بشكل رسمي، أن يتعرض بعضها للقصف وبعضها يعني للتعطيل. فهذا أمر يعني مأخوذ بعين الاعتبار أن هناك نسبة معينة قد تتعرض لهذا الأمر. ولكن هذه الأسلحة يعني كما شاهدنا جميعا أثرت في المعركة حول مدينة كييف قبل شهرين أو أقل، أثرت في منطقة خاركوف وفي خرسون وفي ماريوبل حتى، وأثرت الآن في منطقة سيفردينسك. نحن نعلم جميعا أن يعني روسيا دولة عظمى ولديها من القوة العسكرية ما يكفي لاحتلال أوكرانيا وما هو أكثر من أوكرانيا، ولكن هذه يعني كما ذكرنا في السابق أن هذه قد تطيل أمد الأزمة، وقد تجعل وقد يعني ترغم الطرفين لجلوس طاولة المفاوضات وإيجاد يعني حلول تأخذ بعين الاعتبار مخاوف الطرفين الأمنية، ومن ضمنها مخاوف الناتو وروسيا المتبادلة. فبالتالي يعني الدعم هو يعني وسيلة لإثبات أن أوكرانيا تستطيع الدفاع عن أرضها وشعبها. إطالة أمد الأزمة، هل هذا يخدم الطرف الأوكراني أستاذ محمد برأيك؟ يعني أعتقد أن الطرفين كما ذكرت في مقدمة البرنامج أن الطرفين الآن لا يفكرون بالمفاوضات وحسم المعركة على الأرض لتقرير مصير المفاوضات. فأعتقد أن أوكرانيا الآن ضمن هذه المساعدات سواء الاقتصادية أو العسكرية يعني قد تحقق شيئا ما. وهناك يعني شيء يعني صراحة يعني ملفت للنظر في المجتمع الأوكراني، لا تجد أي أوكراني تتحدث معه ويتحدث عن التخلي عن أراضي أو أي تنازلات، بل مقتنعون تماما بالنصر وبخروج القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها بعد 24 فبراير. بما أنك فتحت هذا الموضوع أستاذ محمد، هل هناك أي معارضة برأيك بحسب ما تلمس وأنت تعيش في كييف، هل هناك أي معارضة شعبية للطريقة التي يدير بها الرئيس زيلينسكي دفة الأمور فيما يتعلق بهذه الحرب؟
يعني بداية أنا متابع جيدا للإعلام الأوكراني يوميا، يعني الجميع متأكد من النصر، هذه مفارقة غريبة وعجيبة، الجميع متأكد ومتيقن، الجميع مقتنع بسياسة الحكومة الآن في ظل أو السلطات الأوكرانية ومن ضمنهم الرئيس في المقام الأول من التي تقودها، لأنهم مقتنعين أن ساعة النصر يعني تقترب. هناك تصريحات يعني أن العمليات سوف تستمر لحتى نهاية العام وكل شيء سيعني كما يقال باللغة الأوكرانية سيكون لأوكرانيا. نهاية العام يعني ست أشهر عم نحكي. دكتور بيجاموف، ما رأيك؟ هل هذا يعني كما يقول الإعلام، هل هذا يتماشى إلى حد ما مع الجداول الزمنية الروسية؟ طبعا لا نعرف نحن الجداول الزمنية ولا ربما يمكن الروس يعرفون، ولكن هل هذا يعني يتطابق مع التصور العام فيما يتعلق بسير هذه العمليات؟ ست أشهر وتنتهي المسألة. صحيح أستاذ مهند، يعني نحن لسنا أنبياء، ولكن بالفعل مثل هذا التقييم، هذه المدة الزمنية هي قريبة من الحقيقة، إذا نستند إلى ما نراه الآن ميدانيا وسياسيا، لأن أنا لا أستبعد أن هذه الحرب ستطول ولا سمح الله قد تتحول إلى نزاع عالمي مع مشاركة عدد كبير من الدول. بالفعل هي قد أصبحت نزاع عالميا، لأن نحن من جهة هناك أوكرانيا تحارب بأيادي أوكرانيين، طبعا هناك المتطوعين أو المرتزقة حسب روايتنا نحن الروس من الغرب، ولكن هناك واضح أنه هذا الغرب يحارب روسيا بأيادي الأوكران، هذا شيء واضح جدا في اعتقادي. هي لا شك تحولت إلى نزاع عالمي دكتور بيجامو، على الأقل أثار هذه الحرب تحولت لتنعكس على الكثير من أجزاء العالم إن لم يكن جميعه، أزمة الغذاء، أزمة الطاقة إلى آخره، يعني الكثير من التداعيات التي أصيبت بها دول عديدة. أستاذ محمد، أنت وضعت فترة الست أشهر على أساس سيحقق الطرف الأوكراني النصر، لكن الدكتور بيجاموف اتفق معك على الست أشهر ولكن لصالح روسيا، ما رأيك في ذلك؟ أنا لم أضع ست أشهر أستاذ مهند. لا يعني أنت أشرت إلى بعض الإعلام أن العمليات العسكرية يعني كما نقول عنها الساخنة سوف تنتهي مع نهاية هذا العام. طبعا يبقى هناك على الأرض بعض الأمور التي يجب حلها في حينها، ولكن دعني أن أقول شيئا، يعني أعتقد أن البوصلة والسيناريو التالي سوف يتضح إلى أين تتجه هذه البوصلة بعد انتهاء معركة الدنباس، سواء كانت لصالح روسيا أم لم تكن لصالح روسيا، حينها يمكن التكهن إلى أين ستتجه. إذا تمكنت روسيا من ضم الدنباس سنعلم حينها هل ستكتفي بهذا الموضوع وستكتفي بالخط الشرقي الواصل بين الدنباس وجزيرة القرم، أم أن لها أطماع أخرى. وإذا لم تنجح في ذلك سنجد أن روسيا قد تميل إلى طاولة المفاوضات لوضع الأمور يعني على نصابها مرة أخرى والتباحث ملفات أمنية مع الناتو ومع أوكرانيا جديدة تحمي حدودها الغربية. فبالتالي أعتقد معركة الدنباس هي حاسمة لتقرير مصير الخطوة التالية من الحرب. دكتور بيجاموف، ما رأيك؟ معركة الدنباس يعني حاسمة لا شك، الآن الهدف الأساسي على الأقل من العمليات الجارية حاليا هو يتركز على الدونباس، ما الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه في نهاية المطاف في هذا الجزء من أوكرانيا؟ قبل كل شيء هذا الجزء من أوكرانيا هو استغاثة، نداء الاستغاثة لسكان دونباس كان سببا رئيسيا لاتخاذ روسيا هذا قرار حاسم عندما دخلت بشكل استباقي إلى دونباس، خشية ألا يدخل الجيش الأوكراني ولا يقوم الجيش الأوكراني بعملية خاطفة في نفس المنطقة. يعني في مثل هذه الحالة هناك يقولون هنا فخ ثوكيديديس، كان ربما التقييم الخاطئ نحو نوايا الطرفين لدى كلا من طرفين، ولكن لا بد من أنه كان هناك اصطدام في هذه المنطقة، لأن القصف الأوكراني وخروقات أوكرانية للحدنة حتى وفقا للمعلومات باحثة المراقبة في دونباس التابعة
لمنظمة الأمن والتأمن والأوروبا ازدادت في هذه الفترة قبل الحرب بشكل رهيب، وهذا أدى إلى نداء الاستغاثة، وفي نهاية المطاف حدث ما حدث. الحرب هي في نهاية المطاف مواصلة السياسة بس فقط بطرق حربية. كذلك الحرب شأنها شأن السياسة، هي فن الممكن. واليوم لا نستطيع أن نقول عن أي نتائج نهائية. ما نشهده اليوم، الجيش الروسي يسيطر على 20% من أراضي أوكرانيا، فتح الممر البحري، سقطت مدينة ماريوبول مع فوج أذوف، والآن هناك معركة حاسمة في دونباس. كما أنا كنت دائما أقول لكم في برنامجكم الموقر أنه المسألة لم يتم حلها في كييف، والهدف الرئيسي للروس ليست مدينة كييف، الهدف الرئيسي للروس هو تدمير القوة الأوكرانية الرئيسية المتواجدة في دونباس. للأسف الشديد المفاوضات توقفت، إذا بدأت المفاوضات في فترة أخرى ستكون هناك شروط أخرى. قبل ذلك روسيا كانت راضية من مكتسباتها الإقليمية، ولكن الآن أعتقد كل شيء سيتوقف على الوضع الميداني. على تماما يعني، والآن الكل يتحدث عن يعني تحقيق مكاسب ميدانية لكي ينعكس ذلك على طاولة المفاوضات. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان له تصريحات لافتة أستاذ محمد في هذا الموضوع. يقول الرئيس ماكرون: أعتقد بأن الرئيس بوتين يرتكب خطأ تاريخيا وجذريا في حق شعبه ونفسه، وقد قلت له ذلك، لكن ينبغي ألا نهين روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي يتوقف فيه القتال من إيجاد مخرج عبر الوسائل الدبلوماسية. أنا مقتنع، يقول الرئيس ماكرون، بأن دور فرنسا هو أن تكون قوة وسيطة. ما رأيك في هذه المسألة أستاذ محمد؟ لأنه وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا رأسا جاوب على هذه التصريحات بقوله: الدعوات إلى تجنب إذلال روسيا تؤدي فقط إلى إذلال فرنسا أو أي بلد آخر، لأن روسيا هي التي تذل نفسها، من الأفضل أن نركز جميعا على كيفية إعادة روسيا إلى مكانها، من شأن ذلك أن يجلب السلام وينقذ الأرواح. هذا رد وزير الخارجية الأوكراني على ذلك. ما رأيك أستاذ محمد؟ يعني حقيقة هذا يثبت مقولة التي تقول أن يعني الغرب يريد روسيا قوية مهزومة، ولا يريد روسيا ضعيفة مهزومة. يعني الخروج بماء الوجه من هذه المعركة أو من هذه الحرب. أعتقد أن فرنسا مهزومة يعني بمعنى ماذا أستاذ محمد؟ لأنه هناك البعض ممن يقول من الأوكرانيين والغربيين أنه على روسيا أن تنسحب 100% من الأراضي الأوكرانية، هذه يعني هزيمة بالنسبة لروسيا، ليس كذلك؟ يعني أن لا تخرج، يعني أن تخرج ولكن ليس بما يوصف بالهزيمة. يعني أن تخرج عن طريق حوار، عن طريق إطار تفاوضي، عن طريق اتفاق معين يتم، وتخرج روسيا بكبريائها من هذه الحرب، وأن لا تخرج ضعيفة مهزومة، لأن هذا لها ردات فعل وتبعات أخرى. ولطالما يعني كانت ألمانيا وفرنسا لهما يعني تتبعان السياسة الناعمة، وقبل أيام كان هناك يعني محادثة هاتفية ما بين الرئيس الروسي بوتين وكل من المستشار الألماني والرئيس الفرنسي، وهذا أيضا يعكس يعني نتطرق لموضوع آخر إلى التباين في الاتحاد الأوروبي أيضا بين وجهات النظر التي تريد دعم أوكرانيا مثل ليتوانيا ودول البلطيق مثل بولندا ودول البلطيق بالسلاح، وأخرى تبحث عن طرق تفاوضية وتخشى من قضية الطاقة والغاز وإلى ذلك. فهذا أيضا تصريحات الرئيس الفرنسي في سياق قد يفتح أفق لشيء ما يدور الآن، ويعني سنعلم عنه في القريب العاجل. الرئيس الفرنسي طبعا لم يزر أوكرانيا حتى الآن، سئل عن هذا الموضوع يعني قال لا شيء، هناك حد قريبا يعني قد يكون كذلك. دكتور بيجاموف، ما رأيك مسألة هزيمة روسيا كما وصفها الأستاذ محمد في كييف، هل هذا السيناريو وارد أن 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 تنسحب روسيا من أوكرانيا بشكل كامل مقابل أشياء معينة؟ هل هذا وارد، أم أن مسألة الدونباس محسومة ولا رجعة فيها مثل شبه جزيرة القرم؟
وكل هو كذلك روسيا لا تنسحب، لأن روسيا الآن يعني تكسب وتفوز في هذه الحرب، وتفوز في الحرب الاقتصادية التي شنها عليها الغرب. الغرب كان يفكر روسيا تركها على رجليها تخت وطاء العقوبات. اليوم الاتحاد الروسي أبدى صموده، ونبوات بايدن بأن الدولار يصل إلى 200 روبل روسي. اليوم الروبل الروسي يعني أداه أحسن مما كان قبل العملية، والحرب الاقتصادية اليوم روسيا تفوزه أيضا، لا بس ما كما زال من لها المبكر هي دكتور في تفوز جامو يعني بقواتها اطلاق حكم من المحدودة. هذا النوع اذا نعم كانت روسيا تفوز في الحرب الاقتصاديه، لانه مفاعيل هذه الادوات المستخدمه في العقوبات الى اخره لا تظهر الان، ستظهر لاحقا. لا شك ان الاقتصاد الروسي سيتاثر، هناك قطاعات واسعه تم فرض عقوبات عليها، قطاعات حيويه، قطاعات رئيسيه، قطاع المصارف، قطاع النفط الان، قطاع الشحن، كل القطاعات في روسيا متأثرة بهذه العقوبات، وبالتالي كيف يمكن القول أن روسيا فازت في الحرب الاقتصادية؟ أستاذ مهند، أنا أستطيع أثبتكم و أورد عدد من الأدلة أخرى، ولكن يبدو أن زمن البرنامج لا يسمح لي ذلك. على كل حال، أنا أعتقد أن أداء الاقتصاد الروسي الآن حسنا، نستطيع أن نقول، لا أستطيع أن أقول ممتاز، شيء واضح. قد تكون هناك بعض الصعوبات في النصف الثاني من العام، ولكن في نهاية المطاف ما يحدث هو إعادة التسويق، إعادة التوزيع الأسواق الاقتصادية. وحتى الآن الاقتصاد الروسي ما شاء الله، طيب. الاقتصاد صامت، وأيضا الشعب صامت، وشعبية الرئيس بوتين أيضا ارتفعت، والناس عامة الناس معظمهم يدركون، يؤسفون جدا بسبب كل هذه الأحداث، لأن هذه المشكلة مع الشعب الشقيق الأوكراني، ولكن يدركون أن هذا ليس المشكلة مع الشعب، مع إخوتهم، هذه هي المشكلة مع النظام في كييف، هي المشكلة الرئيسية، هي المشكلة بين روسيا والغرب. الغرب يريد تفكيك الاتحاد الروسي كما فكك الاتحاد السوفيتي، والروس لا يسمحون بذلك، خاصة أبناء الجيل القديم الذي ولد في الاتحاد السوفيتي. طيب أستاذ نحن محمد، ما نذكر رأيك في جيدا ذلك؟ أنا من الوضع أبناء هذا الاقتصادي الجيل. في روسيا ما شاء الله كما يقول الدكتور بيجاموف. بالمناسبة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول اليوم لم نتكبد أي خسائر في الميزانية، بل على العكس من ذلك سنشهد هذا العام زيادة كبيرة في أرباح تصدير مواردنا من الطاقة. طبعا هذه الأرباح في جزء كبير منها يعود إلى التغير في سعر برميل النفط اللي كان 70-80 عندما بدأت الحرب، الآن على حافة 130. ما رأيك في ذلك؟ يعني بداية ضيفكم الكريم تحدث في قضية عاطفية جدا، يعني أثارت يعني من الجيل القديم، وأنا هنا في أوكرانيا أكثر من 30 عاما، يعني يقول الشعب الأوكراني الشقيق، والآن يعني في أوكرانيا للأسف يعني يقول العدو الروسي. فإذا كنا أشقاء لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ يعني أتمنى أن تعالج روسيا هذه النقطة والأخذ بالأسباب لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة. نحن مهتمون ومعنيون تماما، وأي إنسان عاصر فترة الاتحاد السوفيتي السابق، أن تكون أوكرانيا وروسيا على أحسن علاقات. فبالتالي لو نظرت روسيا قليلا وأخذت بالأسباب، لماذا اتجهت أوكرانيا بالأصل نحو الغرب؟ أنا آسف خرجت عن الموضوع قليلا. لماذا اتجهت نحو الغرب، ولماذا فشلت روسيا في استمرار أوكرانيا في محيطها أو تحت ظلها؟ يعني هذه هي الأسباب التي لو عالجتها روسيا بالمنطق لاستطاعت أن تبقي على العلاقات الأخوية كما يقول، ولكن يتردد الآن في الشارع الأوكراني العدو الروسي، وهذه كلمة مؤلمة جدا لا يتمنى أحد كنا أن نصل إليها. بالنسبة للموضوع الاقتصادي أستاذ مهند، لا شك أن يعني الجهتين متضررتين، سواء الغرب أو أوروبا من ناحية، وروسيا من ناحية أخرى،
ولكن كما ذكرتم تبعات هذه العقوبات لن تظهر الآن ولن تظهر حتى نهاية العام، قد تكون في سنين قادمة. ولكن موضوع الطاقة هذا أزمة، وموضوع تصدير القمح والحبوب هذه أزمة أيضا، ستؤثر ليس فقط على الغرب وأوكرانيا أو روسيا، على معظم دول العالم وخاصة الدول الفقيرة. جيد، نقطة مهمة دكتور بيجاموف أثارها، أو سؤال مهم أثاره الأستاذ محمد، لماذا اتجهت أوكرانيا نحو الغرب؟ يعني أوكرانيا شأنها في ذلك شأن الكثير من الدول التي كانت إما ضمن الاتحاد السوفيتي السابق أو تدور في فلك الاتحاد السوفيتي السابق، التي كلها تساقطت وانضمت إما إلى حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي أو كليهما. يعني ما الذي يختلف بالنسبة لأوكرانيا في هذا المجال؟ يختلف بالنسبة لأوكرانيا لأن الأمن غير قابل للتجزئة، ونحن اتفقنا مع حلف الناتو الدفاعي بين مزدوجين يعني قبل 3 عقود بأنه لن يتم توسع حلف شرقا، ونحن شاهدنا اليوم الحلف كان يتوسع ويتوسع، وطلبت روسيا ضمانات كتابية ولم يحدث ذلك. أما بالنسبة لوحدة أوكرانيا، زميلي في كييف لازم يعرف أن أوكرانيا هي دولة لديها أقاليم مختلفة، لديها حتي حضارات مختلفة، مذاهب مختلفة، الفروقات كبيرة في أوكرانيا، وما حدث في دونباس وما حدث قبل ذلك في القرم ليس هو الاختلال، بس هو في الدرجة الأولى هي المشاكل الداخلية الأوكرانية. للأسف الشديد سكان أوكرانيا وسكان روسيا الاتحادية اليوم يدفعون فاتورة غباوة وخيانة القادة في الكريملين الذين دمروا البلاد التي كانت تتجمع على مدار قرون، دمروها بين ليلة وضحاها. تتحدث عن السيد غورباتشوف، هذا كله هي التبعات. الله يطول عمره، وهو على فكرة هو نادم على ذلك، هو كان نادم. بس هل السيد غورباتشوف هو من عندما جلس الاتحاد السوفيتي، أم أن الاتحاد السوفيتي كان في طريقه إلى الانهيار لأن النظام الذي كان معمول به آنذاك لم يكن نظاما فاعلا؟ يعني خارج موضوعنا وانتهى الوقت، لكن ولكن أيضا النظام أن كان يمكن الحفاظ على الاتحاد السوفيتي بسهولة لو ما كان هناك العمل الخارجي، لأن الصين الشعبية حافظت على نفسها، الصين الشعبية صارعت على الإصلاحات وتبنت نظاما مختلفا عن النظام الشمولي الذي كان سائدا في تلك الفترة. لا، هناك فرق كبير جدا. الصين لم تدمر نظامها، السوفييت للأسف الشديد قادة الحزب الشيوعي في 3 جمهوريات روسيا أوكرانيا وبيلاروس اللوم يجب أن يلقى عليهم، لأن هم دمروا هذه البلاد، لأن كل واحد كان يفكر في كرسيه، كل واحد كان يريد إطاحة غورباتشوف، ولكن غورباتشوف كان يفكر في الاتحاد السوفيتي المتجدد. الغلط التفكير بأن غورباتشوف كان يفكر في تفكيك الاتحاد السوفيتي، هو كان يفكر في بيريسترويكا، كان يفكر في الاشتراكية مع الوجه الإنساني وغيرها من الحاجات. وبني آدم موجود، الله يطول عمره. طيب، على كل حال موضوع شيق، لا شك الذين دمروا الاتحاد السوفيتي في بوشيا، ربما نتطرق له في حلقة خاصة، ولكن وقتنا انتهى للأسف. دكتور رونالد بيجاموف، الكاتب والباحث السياسي، كان معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. أشكر الأستاذ محمد العروقي، الكاتب والباحث السياسي، كان معنا مباشرة من كييف.